ماذا يعني حل المجلس الأعلى للقضاء؟ بالنسبة لنا يعني حل المجلس على القضاء هو حل المؤسسة القضائية، يعني القاضي الذي يقبل أن يشرف عليه مجلس تترأس السلطة التنفيذية لن يكون قاضيا عادلا في أعين بقية الشعب التونسي كالمعارضين أو غيرهم، لأنهم دائما سيرونه قاضيا مضغوطا عليه ومسيرا في أحكامه. فحل المجلس بالنسبة لنا يعتبر حل السلطة القضائية، ولذلك قلنا احنا انه غلق ابواب المجلس يرتب قرارا بغلق المحاكم. يعني سوف يتم التحكم في القضاة في نقلهم في ترقياتهم من خلال مجلس لا يحكمه القضاة وغير مستقل وغير منتخب، وحتى ولو رئيس الجمهورية لم يتدخل كما وعد، في الواقع احنا يعني كنعم عندما نقوم بانجاز القوانين او الامر السياسية لا نربطه بشخص معين، فهو لن يبقى رئيسا للجمهورية طيلة حياته. ذات يوم قد يأتي رئيس ويحل محله ويقوم باستغلال هذه الآليات التي وفرها له. نحن ننظر إلى المستقبل، ننظر إلى المستقبل ونعرف أن التأثير يمكن أن يكون غير مباشر، يكون في شكل خوف، يكون في شكل معناه يعني رعب يركب بعض القضاة. للأسف كبقية البشر هناك قضاة أقوياء في قراراتهم وهناك قضاة يخافون. إذا رأى أن رئيس الجمهورية يشرف على معناه مجلس على القضاء ويشرف على نقلته وتأديبه وحتى يمكن أن يقوم بعزله، سيقوم باتخاذ مواقف معينة لإرضاء ذلك الرئيس أو إرضاء سلطة وزير العدل الذي ينوبه في ذلك والذي يمثل هو أيضا السلطة التنفيذية. نحن نرفض مطلقا هذه مثل هذه التركيبات، خاصة وأننا معناها سنعود إلى الوراء إلى النظام الذي كنا فيه قبل 2011. ولذلك صرحنا نحن في بياننا بأن ما فعله قيس سعيد رئيس الجمهورية يعتبر نوعا من أنواع الثورة المضادة التي أرجعتنا إلى ما كنا إليه عليه قبل الثورة. سلطة وثورة مضادة ما يقوم به رئيس الجمهورية من حل للمؤسسات وأهمها المجلس الأعلى للقضاء، زبدة دستور 27 جانفي 2014.